كان هناك عتب كبير من بعض المثقفين اللي متواجدين في هذا الحفل التأبيني للشاعر بهاء الدين البطاح. دائما يرددون بأن المثقف أو الشاعر عندما يموت، عندما يكون له اهتمام من قبل وسائل الإعلام أو من قبل المثقفين نفسهم وأيضا من قبل الحكومة العراقية. شكرا لك. بالحقيقة أنا أعتقد ثقافة المجتمع العربي عامة ثقافة ميتة، يعني تعتني بالميت أكثر مما تعتني بالحي. لذلك هذه الميثولوجيا الضارة في المجتمع العربي من ضرورات المثقف أن يلتفت إليها ويناقشها حتى تكون هنالك حلول. ابن خلدون التفت إلى هذا الأمر منذ زمن، حيث قال: لا يعني أن الأحياء لا يعني أن الأموات أحياء، بل بالعكس، يعني أن الأحياء أموات. أستغرب حينما يموت الميت تقوم الدنيا ولم تقعد، وكثير نسمع من الاحتفالات والأمسيات والنشاطات اللي تعرف بالميت. قمنا حفل تكريمي لسماحة آية الله السيد طالب الرفاعي، سألني أحد الحضور مستغربا، قال: كيف تقيموا حفل لشخص حي؟ واستغربت بالحقيقة لسؤال السائل، لأن المجتمع عامة تعود على ثقافة الأموات. أنا مع هذه الأمسية، وأتيت يعني بدعوة لهذه الأمسية، أؤيد هذه الأمسية طبعا بالتأكيد، لكن أن تكون ثقافتنا ثقافة ميتة، يعني لا نحتني إلا بالميت، هذا الغير مقبول فعلا. أنا أتمنى رسالة يعني من شخص مغترب، أن نلتفت إلى شخصياتنا، نلتفت إلى مبدعينا، نلتفت إلى الإبداعات والأفكار الجديدة التي تعالج المصدوء من الأفكار القديمة.